بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. تم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. مجلس الوزراء يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال وردود مرحبة. حوالي 8 سنين مرعوا طلع فيهم إفادات. بالتالي ما لنا هالكارثة اللي عم ينحكي عنها. لجنة التربية تقر قوننة الإفادات المدرسية والتنسيق تدرس إمكان تقديم دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار. تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بعد انهيار التهدئة وصواريخ المقاومة تطال مجددا تل أبيب. صباح الخير. انهارت الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم للنار بين الفلسطينيين وإسرائيل في قطاع غزة عقب موجة جديدة من القتال. سحبت إسرائيل وفدها المفاوض من القاهرة بعدما أعلنت تعرضها لصواريخ مصدرها القطاع، وسرعان ما ردت بشن عدد من الغارات أدت وفق حصيلة أولية إلى استشهاد أكثر من 6 فلسطينيين بينهم طفلان. وأعلن مسؤول كبير في حركة حماس أن زوجة وابنة محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام استشهدتا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساء أمس منزلا في مدينة غزة وكان هدفها اغتيال الضيف. انهارت الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين فجأة بعد شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أراضي زراعية خالية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع وفي حي الزيتون شرق مدينة غزة. في عملية قالت قوات الاحتلال إنها رد على إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة سقطت في أرض مفتوحة قرب منطقة بئر السبع جنوب إسرائيل. تزامنا طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الوفد الإسرائيلي في القاهرة العودة إلى بلاده بعد أن كان قد أمر الجيش بشن غارات على غزة إثر سقوط صواريخ أطلقت من القطاع على جنوب إسرائيل. من جهتها نفت حركة حماس ما وصفتها بمزاعم إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري أن الغارات الإسرائيلية على القطاع تهدف إلى إجهاض مفاوضات التهدئة في القاهرة. وينظر التصعيد بنسف جهود الوسيط المصري الذي كان قد التقى مع الوفد الفلسطيني قبل أن يصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة لتقديم رده على المطالب الفلسطينية. وكانت أبرز النقاط الخلافية التي أعاقت التوصل إلى تهدئة دائمة رفض إسرائيل المطلب الفلسطيني برفع الحصار وفتح المعابر وتوسعة نطاق المياه التي سيتاح فيها الصيد للفلسطينيين على ساحل غزة. وفي الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يعيش تحت رحمة القصف العشوائي أعلن عن وفاة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم عن عمر ناهز 75 عاما قضى معظمه في الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال قصائده وأعماله الأدبية ونشاطه السياسي. وكانت صحة القاسم تدهورت في نهاية الشهر الماضي جراء معاناته من مرض عضال، وأصدر القاسم أكثر من 80 كتابا. والمعروف عن القاسم المولود في العام 39 بالرمة أنه كتب قصائد معروفة وتغنى في كل العالم العربي، منها قصيدته التي غناها مرسال خليفة منتصب القامة أمشي. وقع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في السراي الكبير على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال، وعلى الفور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وخلال الجلسة أكد الرئيس تمام سلام على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لكي يستقيم عمل المؤسسات الدستورية. الجلسة شهدت تأجيل البدء بتراخيص بعض الجامعات، كما تم تأجيل البحث في موضوع النفايات الصلبة وموضوع المياه والجفاف. تطرق الرئيس إلى موضوع الانتخابات النيابية ودعوة الهيئة الناخبة لممارسة حقها بانتخاب مجلس نيابي جديد. تم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
الذي رفعه وزير الداخلية والبلديات إلى مجلس إلى المرجعية الصالحة وفقا للأصول. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال أمام زواره إن المرسوم الموقع من قبل الحكومة يعتبر خطوة أولى على طريق إجراء الانتخابات النيابية، ويشير إلى أنني على حق في موقف الرافض التمديد لمجلس النواب. وشدد بري رفضه التمديد للمجلس مشددا على وجوب إجراء الانتخابات النيابية للخلاص من مجلس لا يجتمع ولا يشرع ولا يحاسب ولا يراقب، مكررا القول: أنا لا أفكر في مصلحتي الشخصية بالبقاء رئيسا للمجلس، فأنا منذ سنوات عميد رؤساء المجلس النيابي، ولكن ما قيمة التمديد لمجلس لا يجتمع لانتخاب رئيس جمهورية ولا يجتمع للتشريع؟ وتعليقا على إقرار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن ما تم هو بحسب الأصول. وعن موضوع الأسرى العسكريين أكد المشنوق أن لا صحة لما يقال عن شروط ومعطيات، مشيرا إلى أنه ليس واردا على الإطلاق منطق التبادل والمقايدة، وما سمعناه هو مجرد اقتراحات يختلط فيها المسلح بالمدني واللبناني بالسوري. أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن قضية المفقودين العسكريين هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش وستبقى في مقدمة اهتماماتها. نوه قائد الجيش العماد جان قهوجي بشجاعة الشهداء العسكريين وبطولاتهم الاستثنائية، مؤكدا أن دماءهم التي امتزجت معا في ساحة الواجب قد حمت وحدة لبنان من التفكك والانهيار وحالت دون امتداد نار الفتنة إلى قلب الوطن. وشدد قهوجي خلال لقائه وفدا من أفراد عائلات العسكريين الذين استشهدوا في منطقة عرسال على أن قضية الشهداء والمفقودين العسكريين هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش وستبقى في مقدمة اهتماماتها حتى تحقيق العدالة كاملة وعودة جميع المفقودين إلى مؤسستهم وعائلاتهم بأسرع وقت ممكن. هالمعركة رحلنا شهداء، أنا بأكد لكم إنه الشهداء اللي راحوا اللي هن ولادكم اللي هن رجالكم اللي هن إخواتكم هول الشهداء هولي غيروا مجرى لبنان، غيروا التاريخ بلبنان. وختم قهوجي مؤكدا وفاء المؤسسة العسكرية لعائلات شهدائها الذين قدموا المثال لكل مواطن في الصبر والتضحية والإخلاص للبنان. صحيفة النهار ذكرت أن التفاوض بشأن العسكريين الأسرى مع الخاطفين مستمر، وأنه انتقل إلى مرحلته الثانية بعد تأمين المطلب الأول للمسلحين المرتبط بمعاملة الجرحى واللاجئين السوريين في عرسال إنسانيا وتخفيف حدة التضييق الأمني عليهم، لينتقل إلى مرحلة جديدة تمثلت أولا بحسب مصادر النهار بنقل العسكريين الأربعة الذين كانوا في عهدة أبو حسن الفلسطيني إلى الدولة الإسلامية ليصير لديها 11 عسكريا، ثانيا بتسليم شريط فيديو جديد يتضمن لقطات مصورة لأربعة عسكريين من الجيش اللبناني يعرف كل واحد منهم عن نفسه وعمله العسكري، ثالثا نقل مطلب المسلحين الذي يقتصر حاليا على موافقة الحكومة على مبدأ المقايدة من دون طرح أسماء أو أعداد أو تحديد جنسيات. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف حسين الحسين بإقدامه على إنشاء حساب وهمي على موقع تويتر باسم لواء أحرار السنة في بعلبك وتوجيه تهديدات من خلاله إلى شخصيات سياسية وأمنية وإلى الجيش. وقد أحال صقر الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. أعلنت هيئة التنسيق النقابية خلال مؤتمر صحفي عقدته في اليونسكو عن درس إمكان رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار إصدار الإفادات. وقالت الهيئة بعد جلسة ماراثونية أن من يتحمل مسؤولية إعطاء الإفادات هو وزير التربية والحكومة مجتمعة لأنها قدمت له التغطية السياسية. وقررت الهيئة الإضراب الشامل في كل الوزارات والإدارات العامة يوم غد الخميس مع الاعتصام عند 11 صباحا أمام وزارة الاقتصاد. إن من يتحمل مسؤولية إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية
هو معالي وزير التربية والتعليم العالي والحكومة مجتمعة التي قدمت له التغطية السياسية في ذلك. أن هيئة التنسيق النقابية مع نقابة المعلمين تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الإفادات مع معالي الوزير زياد بارود. وكانت لجنة التربية النيابية قد قررت قوننة الإفادات، فيما دعا الوزير الياس بوصعب هيئة التنسيق لاستعادة ثقة الطلاب والأهل على السواء. تقرير مها ظاهر. لا تراجع عن قرار إعطاء الإفادات، ليس هذا فقط ما خلصت إليه لجنة التربية التي انعقدت برئاسة النائب بهية الحريري وحضور وزير التربية الياس بوصعب، بل هي قررت قوننة هذه الإفادات بالإجماع لأن مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار في هذه المرحلة بحسب بوصعب. امبارح بلشنا نسفر طلاب، طلعنا أوراق فيز لبعض لحتى يسافر، والعمل بالإفادات ابتدى من امبارح. بالتالي ما بقى فينا نتراجع لورا، خاصة أنه أي خطوة من هالنوع ما فيها ضمانة لوين رايحين بالمستقبل. مين بيضمن أنه كان اليوم إذا رحنا على تصحيح بيصدروا نتائج؟ مين بيضمن أنه إذا بدنا نعمل دورة تانية ما بيضربوا قبل الدورة التانية؟ اللجنة أوصت وزير التربية الاتصال برئيس الجامعة اللبنانية وجوب إجراء امتحانات الدخول إلى كل كليات وفروع الجامعة. السنة الدراسية الأولى بالجامعة كافية أنه تغربل التلميذ الناجح من التلميذ السائط. حوالي 8 سنين مرقوا طلع فيهم إفادات. بالتالي منا هالكارثة اللي عم ينحكى عنها، هيدا الحل الأفضل، برجع بأكد لك لا. وإن لم تنسى اللجنة مطالب هيئة التنسيق لجهة ضرورة إقرار السلسلة في أول جلسة تشريعية، إلا أن وزير التربية دعا الهيئة لمناقشة كيفية العمل النقابي في المستقبل، رافضا اتهامها له بالتحريض على عدم التصحيح. اللي عم يتخبى وراء هذا الموضوع بعتقد الكل بيعرف، وفي جزء من الحديث اللي كان عم بيصير بالمكتب عندي مسجل. بتمنى عليهم ما يحكوا شغلات إذا منهم أكيدين ومنهم ضامنين أنه ما فيك تثبت عكسها. أنا بهمني يرجعوا يقووا، ياخدوا ثقة الشعب، ياخدوا ثقة الطلاب والأهل، لحتى نحن وياهم نرجع نشتغل سوا، شو الطريقة الأفضل لحتى ندفع بإقرار سلسلة. وعن مصير العام الدراسي القادم دعا وزير التربية إلى التفاؤل. وفي النشرة بعد الفاصل، أبو فعور البيان المنسوب للمستشفيات وهمي لا صحة له. رأت كتلة المستقبل النيابية أن الأولوية يجب أن تكون للعمل على انتخاب رئيس للجمهورية، ورفضت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة استخدام بعض رجال الدين من جميع الطوائف والمذاهب، المراكز الروحية والمناسبات الدينية، منطلقا لإطلاق كلام يفرق ولا يجمع. جددت كتلة المستقبل النيابية التأكيد على أن الجهد السياسي في لبنان يجب أن ينصب على إنجاز الانتخابات الرئاسية من أجل إنهاء حالة الشغور في رئاسة الجمهورية، بمعنى آخر أن تكون الأولوية لدى النواب والمسؤولين السياسيين هي الانتخاب رئيس الجمهورية، لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية بما يتيح للبلاد الانطلاق في مسيرة إعادة تكوين السلطة في لبنان وإعادة الاعتبار للدولة وإداراتها ومؤسساتها القضائية والأمنية والعسكرية. تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للعمل على انتخاب رئيس الجمهورية تجنبا للتداعيات الأمنية والدستورية التي قد تنجم عن إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ومع انتهاء الأحداث المؤسفة في عرسال وعودة أهالي البلدة إلى منازلهم وبيوتهم وسيطرة الجيش اللبناني على الأمن في البلدة، دعت الكتلة إلى الاستفادة من دروس تجربة الأسابيع الماضية عبر التمسك بعدد من النقاط والمبادئ. دعم وتسليح وإقدار الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية لكي تلعب دورها بكفاءة ومقدرة وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة البالغة الدقة والخطورة من أجل مواجهة الإرهاب والإرهابيين وتمكينها من مواجهة أصحاب المشاريع الضارة والضالة تحديدا. العمل بجدية وبمتابعة حسيسة من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين
المحتجزين وإعادتهم إلى أهاليهم وأسلاكهم. إن لبنان والمنطقة قد ابتليا بموجة إرهابية تسبب في تفاقمها الظلم الذي تمارسه قوى الاستبداد والطغيان، والذي زاد من حدتها مشاركة حزب الله في القتال الدائر في سوريا وانحيازه العلني إلى جانب النظام الظالم لشعبه، وهذا الذي يتسبب بانعكاسات خطيرة على لبنان واللبنانيين وعلاقتهم مع محيطهم العربي. الكتلة استنكرت ورفضت استخدام بعض رجال الدين من جميع الطوائف والمذاهب المراكز الروحية والمناسبات الدينية، منطلقا لإطلاق كلام يفرق ولا يجمع ويلهب الغرائز والمشاعر والنفوس ويحيد بالبعض عن منطق العقل والاعتدال ولا يفيد إلا أعداء لبنان. كتلة المستقبل نوهت بالجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية في العمل على حماية اللبنانيين، والتي كان آخرها إلقاء شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على مشغل موقع ما سمي بموقع أحرار السنة الذي أقر أنه عضو في صفوف حزب الله. والكتلة في هذا المجال طلبت بتكثيف التحقيقات مع الموقوف لمعرفة من يقف خلفه ومن يصدر له الأوامر ويزوده بالتوجيهات من أجل إيقاع اللبنانيين في أحابيل الفتنة. أمنيا، وفي مخيم عين الحلوة في صيدا ألقيت قبيل منتصف الليلة الماضية قنبلة صوتية في حي المنشية من دون الإبلاغ عن إصابات. أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور ونقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن البيان الصادر قبل يومين وتضمن تهديدا بتوقيف المستشفيات عن استقبال المرضى بسبب تراكم الديون هو بيان وهمي. بعد استقباله وفدا من نقابة المستشفيات برئاسة النقيب سليمان هارون، أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور أن البيان الذي صدر منذ يومين ويهدد بعدم استقبال المرضى هو بيان وهمي وغير صادر عن نقابة المستشفيات، مؤكدا أن المستشفيات تعرف واجباتها القانونية. البيان اللي طلع بالإعلام اللي شفناه امبارح والذي صور على أنه بيان صادر عن المستشفيات بالتهديد بعدم استقبال المرضى هو بيان أستطيع القول عنه بأنه وهمي، لأنه أولا البيان لم يصدر عن النقابة، ثانيا باجتماعي مع النقابة ليس هناك أي توجه أو أي تفكير بعدم استقبال المرضى، ثالثا في عقود ملزمة بين الوزارة وبين المستشفيات، المستشفيات بتعرف واجباتها القانونية وبتعرف كمان واجباتها تجاه المواطنين اللبنانيين، رابعا والأهم المستشفى أو المستشفيين اللي كتبوا البيان وبعتوا وعملوا له هالضجة الإعلامية الكبيرة الكثير، ببساطة مش مطلوب منهم شيء غير يطلبوا منا نلغي لهم عقده. إذا هالقد مظلومين بعلاقتهم مع الدولة وعم يلجأوا لهالأسلوب الإعلامي، ببساطة يجربوا ما يستقبلوا مرضى أولا، عذرا النقيب، يجربوا ما يستقبلوا مرضى. ثانيا إذا هالقد عقدهم مع الدولة مكلف ويعني مش عم يستفيدوا منه، أنا بستعد ألغي العقود لأشوف إذا بتستمر مستشفياتهم أو ما بتستمر. عم بحكي بوجود النقيب اللي هو رجل مسؤول مع مجلس النقابة. من جهته أكد هارون وجود جو من التفاهم مع وزارة الصحة وأن المستشفيات لن تأخذ أي إجراء يؤثر على المريض بسبب أمور مالية. بيان منه صادر عن نائبة المستشفيات، أصلا الأرقام يلي واردة فيه خطأ، ومثل ما قال الوزير بالوقت الحاضر نحن بجو تفاهم مع وزارة الصحة، صحيح بنختلف على اشياء كتيرة وكمان بنفس الوقت نتفق على اشياء كتيرة، وبهاللحظة من وضع البلد مستشفيات منا بوارد تاخد اي اجراء ممكن يأثر على المريض بسبب امور مادية. وكان البيان الصادر عن المستشفيين قد لوح بعدم استقبال المرضى في حال لم يتم تسديد الديون العائدة لهما. في عكار أقيم مهرجان شعبي رفضا للإرهاب وتأكيدا على أن خيار المنطقة هو الدولة ومؤسساتها الرسمية. تدعى رؤساء بلديات وادي خالد والمنطقة إلى عقد لقاء موسع رفضا للإرهاب في قاعة قصر موسى في الهيشة، حضره شخصيات وفعاليات روحية ووفود شعبية. إن منطقتنا دائما تفتخر بلبنانيتها وتتشبث بها. ثانيا، إن بلديات وادي خالد وأهالي المنطقة لم تؤخر جهدا في تعميم التنشئة الوطنية
الوطنية وضخ الروح المواطنية، بعيدا عن العنف، بعيدا عن التكفير وأشكاله، بعيدا عن التطرف، محبين للجيش اللبناني الباسل والقوى الأمنية وسائر المؤسسات الوطنية في هذا البلد. قطع الطريق على الإرهاب هو واجب يفرض على الوطن وعلى المواطن، فالتضامن بين المواطنين ومساعدة الدولة لمن يسهل عملها يردع الإرهاب، ولكن للدولة اللبنانية واجبات نحو كل مواطن من وادي خالد بشكل خاص، في كذا ألف طلب هلأ اليوم مشان دخول إلى المؤسسات العسكرية والأمنية. ونشد المجتمعون القاضي صقر صقر إخلاء سبيل معتز الأحمد وعمر علي مرعي ومنذر حسين العثمان الذين اعتبروهم ضحية من ضحايا الإتجار بالبشر وضحية ألاعيب مجموعات التحكم بالعقول. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات العراقية توقف الهجوم على تكريت. علقت القوات العراقية تقدمها في تكريت بسبب المقاومة العنيفة التي تلقتها من مقاتلي دولة الإسلامية في المدينة، بينما استمرت قوات مشتركة من البشمرجة الكردية والجيش العراقي في شن هجمات على مواقع تنظيم لاستعادة السيطرة على مناطق في محيط سد الموصل شمال العراق. حمل مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ اليوم بشدة على تنظيمي داعش والقاعدة، مؤكدا أن الإرهاب الذي يمارسانه هو العدو الأول للإسلام، داعيا في بيان وجهه للشعب إلى الوقوف مع قيادة المملكة. وشدد آل الشيخ على أن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ليس من الإسلام في شيء، بل هو عدو الإسلام الأول والمسلمون هم أول ضحاياه، كما هو الحال في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرغ عنهما من جماعات. في الشأن السوري، حقق الجيش الحر تقدما واسعا في ريف حماة شرقي وقتل العشرات من قوات الأسد. في وقت استمرت الغارات التي تشنها كتائب الأسد على بلدات في ريف حلب ودرعا، حققت قوات المعارضة السورية تقدما جديدا في ريف حما. شبكة سوريا مباشر قالت إن الجيش الحر سيطر على قريتي تل ملح وقبيبات الموالية للنظام بريف حما الشرقي وقتل العشرات من شبيحة النظام، فيما قتل عدة أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة جوية على قرية حرس القنطرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق. طائرات النظام أغارت على دارية وبلدات مديرة ودومة وسقبة في الغوطة الشرقية، تمكن في خلالها الحر من إسقاط طائرة حربية. في هذه الأثناء تمكن الجيش الحر من اقتحام نقاط عدة لكتائب الأسد والسيطرة عليها بمحيط إدارة المركبات في المليحة، كما ارتكبت شبيحة النظام في بلدة دير العصافير في ريف دمشق مجزرة راح ضحيتها عدد من القتلى نتيجة قصف عنيف بالطيران الحربي. وبمناسبة مرور عام على ذكرى ارتكاب مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية بالأسلحة الكيماوية، استذكرت كتائب الأسد الحادثة بقصفها اليوم لمدن وبلدات في درعا ولا سيما بلدة عثمان بالغازات السامة، فيما سجلت حالات اختناق عدة. تبلغت عائلة المدعو حسين أحمد حمود نبأ مقتله في سوريا، وهو مقاتل في صفوف حزب الله، على يشيع بعد ظهر غد في مسقط رأسه في بيت ليف. وفي الختام يبقى تذكير بالعناوين. تم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. مجلس الوزراء يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الأعمال وردود مرحبة. حوالي 8 سنين مرقوا طلع فيهم إفادات، بالتالي منع الكارثة اللي عم ينحكى عنها.
لجنة التربية تقر قوننة الإفادات المدرسية والتنسيق تدرس إمكان تقديم دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار. تجدد الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بعد انهيار التهدئة وصواريخ المقاومة تطال مجددا تل أبيب. نهاية النشرة، إلى اللقاء. Contract.